الدولار ممكن يوصل لأرقام فلكية ما في انتاج. حكيت عن 500,000 ممكن مليار ما بعرف. إذا ما في حلول ما إله سقف. أنا اللي خايف منه إنه نوصل لمحل بلبنان بهاي السياسة العشوائية اللي ماشيين فيها، إنه توصل لمحل أنت عالدكان بدك تشتري أي غرض بدك إياه بيقول لك ما بياخذ لبناني، روح يجيب الدولار تاعي. هونيك الكرسي. أنا بخاف على القوى الأمنية، أنا وكأنه في استهداف لهي البلد بهالموضوع. أنا خايف على القوى الأمنية، إنه شو العسكري اليوم اللي بيقبض 1.5 مليون ليرة لأني صاروا تقريبا 40 دولار 50 دولار ولاده جوعانين بالبيت عم بيصرخوا ما عنده مش مدفيين. تخيل انه عسكري ببيته بده 4 مليون ليره مزبوط ومعاشه ما بيلمس. العانه بس الجوع يعني ما بتتوقع شو ممكن تعمل. انا بيجي على البيت وابني ما عنده حليب وعم بيصرخ ما قادر ياكل، ما بعرف بعمل جريمه. اذا نحن ما اعترفنا بالارام يعني مش مبلشين صح. الحكومه هلا حاليا اذا اتفقت وحدت الارام بدها تطلع صندوق النار. المشكله اليوم وكانه في استهداف انه ما نروح على صندوق النار. ليش نحن كلبنانيين متفقين نروح على صندوق النار؟ مش متفقين. اغلب السياسيين اليوم بالبلد اذا ما سرقوا من البلد مش وضعوا فيها السياسي. يعني انت عم تيجي تقطعينه رزقته مثل ما بيقول، ما حدا رح يروح على صندوق النار. وانا بقول لك شغلي حتى تعطيل الحكومه منه غريب. انا بتفاجئ بنفس الوقت تصريح حسن نصر الله لما قال انا عندي 100,000 مقاتل اشاد لاول مره بالجيش وبيقول الجيش هو الضماني مش انا. وكانه عنده قلق من تدخل اجنبي بالبلد وبده الجيش يوقف حده بالدفاع عن هالبلد. انا هيك عم شوفها اليوم على التغييرات الجيوسياسية اللي عم تصير بالمنطقة. انا برايي الحزب الله مربك وحاسس انه هل المحل اللي وصل له ممكن ما يقدر يحافظ عليه. انا بخاف اذا صار في نية للتجديد الانتخابات للتمديد يصير في استقالات كتير كبيرة قبل الموعد. راح يكون في استقالات قبل الجلسة لاجبار كل العالم على السير بالانتخابات موعدة. انا مرشح على الانتخابات وراح يكون عندنا نحن 7. انا دورة الماضي جبت 9,900 صوت تقريبا، نحن حاصل عندنا 12-13,000 راح يكون. يعني انا مرتاح على حالي، ما بدي يكون حليف مع ولا حزب، انا بدي يكون مثل الناس ما جاي يمثل احزاب، انا جاي يمثل المجتمع، المجتمع بده اياني بيعطيني 3-4,000 صوت مع 6 نواب الباقيين، المجتمع ما بده اياني بكون عارفيني انا مهم، انا جاي يمثل الناس مش جاي يمثل على الناس. لما انتبهنا انه صار واقتنعت الطبقة السياسية انه صار لازم نحول اقتصادنا اقتصاد رئيسي اقتصاد منتج ونبلش انتاج، كانوا فلسونا البنوكي مش قادرين ناخذ كريدت لاين من البنوكي. يعني اليوم الاكسس تو كابيتال كثير صعب. انا ما بخفي عليك عم بحكي مع كثير سفراء انه نخصص بحدود 500 مليون دولار لدعم الصناعة اللبنانية، وعم بحكي معهم عم بحكي مع الطليان عم بحكي مع الالمان عم بحكي مع الامريكان انه انتو عندكم بنفيت مباشر انكم تساعدونا وتوقفوا حدنا، مش تعالوا طريق تبعتونا يعني